أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير، وأيامكم سعيدة ويعود عليكم بالخير والصحة والسلامة عليكم وعلى كل عوائلنا وأهلنا في العراق وفي كل مكان، وإن شاء الله يا ربي يتقبل الطاعات. كل عام وأنتم بخير ديما وأيامكم سعيدة صحة وسلامة. مشاهدينا أسعد الله مساكم، وأكيد نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للشعب العراقي حكومة وشعبا، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير مشاهدينا، وأكيد راح نطلع عليكم لمدة 3 أيام من برنامج نور العيد. خلال هذه الحلقات راح ننقل فيها أجواء العيد من مو فقط من بغداد ولكن حتى من بقية المحافظات، وراح نعيش أجواء العيد معاكم من الصباح لمدة ساعة ونصف من الآن. راح تكون عندنا فقرات كثيرة ومتنوعة. شلون كانت أجواء العيد وياك أول ساعات من العيد؟ صراحة حلو. البارحة كانت التجهيزات بين الكليتشة والملابس، تذكرين بجامة العيد اللي جهزناها، كل الأمور كانت صراحة حلوة، وخصوصا أن شهر رمضان فات بسرعة وما حسينا صراحة بهذا رمضان. شفنا كثير من الناس بالسنوات الأخيرة ديما قاموا يتوجهون لصلاة العيد بالمساجد بكل محافظات العراق، وهذا يعني مشاركة المرأة بصلاة العيد هذه يعني فد مبادرة كلش لطيفة وحلوة. أخذتي عيدية؟ أعطيتي عيدية؟ والله لا، احنا يمكن كبرنا على الأخذ العيدية. لا أنا بعدني صراحة إلى الآن أخذ العيدية واستقبل العيدية. أكيد أكيد نستقبل العيديات، يعني إذا كانت مادية يعني يكون أفضل حتى احنا نتصرف بيها، صح؟ اذا مشاهدينا طبعا عندنا اكيد اخبار بالعيد، واول الاخبار نبديها من الملف الاقتصادي، حيث اصدر رئيس الوزراء عدة توجيهات تنشيط القطاع المصرفي الاهلي العراقي، منها دراسة المجلس الوزاري للاقتصاد مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الاهلية، مع امكانية تعزيز احتياجات فروعها الخارجية بالعملة الاجنبية لاغراض تمويل التجارة الخارجية. وجاء في التوجيه أيضا قيام مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية، وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي، ودراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السياقات التي يقترحها البنك بهذا الخصوص، ومنع الاحتكار في الخدمات المصرفية. وفي خبرنا الآخر، توقعت لجنة الطاقة النيابية أن يصل إنتاج العراق من الكهرباء خلال شهر أيار المقبل إلى 27,000 ميجاوات، مبينة أن فصل الصيف من العام الماضي شهد تحسنا في إنتاج الطاقة بعد تأهيل ورفع الأداء في قطاعي النقل والتوزيع. لجنة الطاقة دعت الحكومة المحلية في بغداد لإصدار تعليمات جديدة تخص التشغيل الصيفي للمولدات يتناسب مع الزيادة الحاصلة بساعات التجهيز، مشيرة إلى أن المواطنين يضطرون إلى دفع مبالغ شهرية تصل إلى 250,000 دينار لمتعهدي المولدات في فصل الصيف. وإلى ملف السكن، حيث أكدت لجنة الخدمات النيابية أن مجلس النواب ينتظر وصول مسودة قانون العشوائيات من الحكومة من أجل قراءته والتصويت عليه، مضيفة أن هذا القانون سينظم الأراضي الزراعية والتجاوزات. وقالت اللجنة أن الحكومة لديها توجه نحو تمليك العشوائيات لشاغليها وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتة إلى أن قانون العشوائيات سيعمل على تنظيم المنازل ويحد من التجاوزات، وتسعى اللجنة إلى مناقشة وإقراره خلال الدورة النيابية الحالية. وفي الخبر الأخير، أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني الليغا خافير تيباس على التزام الرابطة بدعم الرياضة في العراق وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق أهداف هذا المشروع على المستوى الإقليمي. نعم، تيباس أشار إلى ضرورة بناء هيكل شعبي متين في إطار مشروع الدوري العراقي، وذلك من خلال تطوير المواهب الشابة وتنمية الأكاديميات، مبيناً أن اللاعبين الشباب هم الأصول الرئيسية للمشروع الذي يتضمن تنظيم المسابقات للشباب وتوفير تدريب عالي الجودة للمدربين من هذه الأكاديميات.
صباح العيد وخاصة عيد الفطر دائما تكون بالطقوس مختلفة وحلوة، ويبدي من يمكن عادات الصباح الأولى وساعات الصباح الأولى بعد الصلاة. دائما أكو يعني كثير من العراقيين ملتزمين على التقاليد، من ضمنها وجود الكاهي والجيمر، وبعدها يمكن تبدي العزائم والزيارات بين الأقارب والأهل. فهل هذه الطقوس بعدها موجودة؟ أنا أقول لك يا شكراً بعدها موجودة، بس خلينا نشوف تقريرك. بالعيد الطقوس زيارات للأقارب، يعني خاصة أول يوم، ثاني يوم تكون طلعة ويا العائلة، وثالث يوم بالبيت نبقى نزور الأقارب، قارب قرايبك، بنتك، أختك، أخوك، ابن عمك، الأصدقاء، جواري المنطقة، المريض روح نزوره. بالعيد أكثر شيء نسافر روح أربيل نوبات، يعني أول يوم أكيد نروح نزور أهلنا الكبار، نلتم ويا العائلة الكبيرة يعني، وبعدها إنه نشوف لو نروح سفرة لو نبقى بالبيت، هاي يعني اعتيادية. والله إحنا طقوسنا بالعيد إحنا حاليا يعني شوية ازدحامات وشوارع مزدحمة ما نقدر نطلع، بس يعني جمعة العائلة نلتم عوائلنا، نتغدى نتعشى، وواحد يشوف أهله، لأن إحنا بالأيام العادية شنو شغل بيت شغل بيت، فواحد ما يلحق، فاحنا نتمنى يعني يجي العيد عم بنجتمع ويصير لنا فرصة نشوف أهلنا. والله نوم بس هو الواحد يدور العيد حتى ينام بالعطلة مالته، ثلاث أيام يخلص نوم قاعد وراها يرجع للشغل، غير هذا الشيء ما. مشاهدينا احنا مكملين ياكم العيد وتفاصيله بنور العيد، ولكن فاصل اول نرجع لكم من بعده. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا انتهى موسم رمضان وانتهى الموسم الدرامي وياه، واكيد اليو تي في كانت جزء من هذا الموسم الحافل بالاعمال الدراميه، حيث قدمت اليو تي في اعمال كثيره، منها عالم الست وهيبه ومسلسل وطن وقصه وقط احمر، وتصدرت الاعمال الاكثر متابعه من عندها بالعراق، ومنها مسلسل وطن اللي عاد بجزء ثاني بقصص وأحداث مختلفة عن الجزء الأول. صحيح، يوم أمس كانت الحلقة الأخيرة، قدمت يو تي في خلال الموسم الرمضاني عدة أعمال درامية، وخلال هذه يوم أمس الحلقة الأخيرة كان أثار الجدل من ناحية الأسماء المختارة، وطن، بغداد، حياة، وحتى الأحداث اللي كانت موجودة صراحة كانت يمكن غير متوقعة. لذلك قاعد نشوف أنه كثير من الأشخاص كانوا يمكن صار عندهم صدمة، أو بعض الأمور كانوا هم متوقعيها ولكن تغيرت. رسالة كان المؤلف كان موجود برسم نهاية، راح يكون ويانا بالاستوديو المخرج الأستاذ مهند أبو خمرة، وأيضا الممثل علي عيسى. يا هلا مرحبا ومساء النور. صباح الخير، عفوا أنا حاليا البرنامج تغير، وعيدكم مبارك وعساكم من عواده. عيدكم مبارك وعساكم من عواده وايامكم سعيده. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير وصحة. ننادى عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله. للجميع يا رب. راح نبتدي باختيار هذا العمل من اسماء، من فكرة، من بداية ونهاية، من جزء ثاني. خلينا نتكلم بشكل عام عن هذا الموضوع. شوف، هو بالنتيجة أنا قلتها سابقا. احنا لازم نخلق شخصية بطل بالعراق، رمز يكون. صحيح. رمز بالنسبة للأطفال، بالنسبة للشباب، شخصية قد تكون خيالية قد تكون واقعية. فشخصية وطن هنا انولدت فعليا، انه شخص يكون مقنع. سبب اختيارنا للقناع، احنا حتى كل واحد ممكن يكون هو وطن رمزي. جزء اكو واحد بالضبط، جزء اكو واحد شرطي، اكو واحد يعني اكو واحد مثلا
ساعد صار موقف حقيقي يعني وساعد ناس، فبالتعليقات تلقين الناس يقولون هذا هو وطن. فاحيانا احداث مثلا حادث يصير الناس يقولون لو وطن كان موجود. فهنا هي هاي التاثير اللي احنا نريد نوصله للناس. فمسلسل وطن اجى حقق لهم هذا الشيء. بالنتيجه هو اكو شغلات واقعيه واكو شغلات مو واقعيه. خلاصه الموضوع انه احنا نريد الناس او الجيل الجديد، لان هم ذول المهم عندنا، انه يكونوا ببالهم شخصيه البطل. يعني شوف بامريكا دائما يروجون هم كدوله للهيرو، انه مثلا واحد شرطي يلحق واحد ويجي واحد شخص عادي يساعده، قنوات ولقاءات وهذا البطل اللي هو ساعد. دائما يروجون الى هاي الثقافه حتى يزرعون ثقافه السوبر هيرو عند الناس كلها. وثقافه يعني الثقافه الامريكيه بالافلام دائما انه امريكان وينز، دائما الفكره انه البطل هو اللي ينتصر، سواء هسه البطل ماخذ خط الشر او خط الخير، ما دام هي البطوله تكون عنده وتتمحور حوله فدائما النصر حيكون حليفه. النصر كان حليف وطن على مستوى على يعني مستوى الجزئين. جزئين طبعا بشكل انا يعني اشتغلت مسلسلات واشتغلت اعمال هوايه بس ما لمست النجاح الحقيقي الا لما اشتغلنا وطن. نعم. سواء الجزء الاول او الجزء الثاني، الجزء الثاني يعني تقريبا 10 اضعاف الجزء الاول. الجزء الثاني شفنا الامكانيات اللي موجوده فيه، شفنا اكو اختلاف من ناحيه التصوير، من ناحيه كثير من الامور امانه، وحتى شفنا الوجوه اللي كانت موجوده. فسؤالي راح يكون لعلي بالدور اللي اخذته، بالكاركتر اللي اخذته، شلون قدرت انه انت تشخص، وانا اشوفك الى الان الشخصيه يعني بعدها موجوده فيها، اي فخلينا نتكلم اكثر. شوفي هو احنا هذا الموضوع من البدايه من الجزء الاول استاذ مهند يعني من صار الكاستنج فخلص قال انه اكو كاركتر ببالي انا اريد اخليه على هذه الشخصيه، شخصيه الضابط، لان هذه الشخصيه راح تمثل وزاره الداخليه مثل القوات الامنيه بشكل عام يعني فاختار هذا اللوك انه يمثل هذه يعني يمثل هذا بهذه الطريقه. اي نعم. وتجسدت صراحه بشكل واقعي يعني احنا شفناها. فبالتالي نرجع على موضوع بين الحقيقه والفانتازيا، شاهدنا هذا الترابط امانه. نعم نعم نعم. يعني قد يكون العفو انت تحكي على الاول وانا هذا طلع على فكره بس نجتمع يعني عندنا مشكله والله يعني حتى تصوير ما نقدر نصور يعني بس نتلاقى بس نجمع. انا هسه قلت لعلاء قلت لا تضحك ولا هذا خذ اللقاء شوي جدي. المهم فمثل ما خلقنا انه وطن يكون شخصيه يعني شبه خياليه نقول كسوبر هيرو، ردنا سوبر هيرو يمثل الدوله يعني فاهم شلون؟ فهو علي السوبر هيرو الواقع الحقيقي. شو قال؟ لا لا تضحك اوكي. فبالتالي انت شخصيه الى الان يعني قاعد نشوف احنا هسه قبل يومين خلصنا تصوير صح فان شاء الله بعد العيد خلص راح يرجع الستايل الطبيعي مالتي. انا تعبت من هذا الموضوع وهاي الشوارع. زين استاذ مهند اذا نحكي على الاسلوب مالتك بالاعمال، انت دائما تحاول توصل رساله انسانيه بس عن طريق الاعمال الخياليه او الفانتازيه حتى يعني تجذب انتباه خلينا نقول مشاهده ومتابعه هذه الفئه من المراهقين، لان الرساله اللي بيها قيمه اذا توصل بشكل مباشر كلش يعني يمكن تتبين متكلفة أو متصنعة. فاليوم أنت تشوف أكو غياب الرسالة بشكل عام بالأعمال الدرامية؟ مو غياب، هي توصيل الرسالة لها ثقافة خاصة. صحيح. يعني الناس تتقبل الرسالة تكون شغلة مو أي أحد يعني مو أي أحد يتقنها ويعرف يسويها. لأن فعلياً أنت مو المفروض بس تركزين على أنه هذا الجانب مو زين. اوكي احنا ندري انه هذا الجانب مو زين، ندري المخدرات مو زينه، ندري كثير من الأشياء. التفاصيل اللي بالحياه اللي مو زينه ندري بها مو زينه، مو المفروض احنا نسلط ضوء عليها لان احنا مو وثائقي. المفروض شنو اللي يصير؟ هو يعني هذا مو تصريح معالجه بالضبط. انت شنو المفروض اللي يصير؟ يعني عندنا قصه صارت بالمسلسل اللي هو قصه الطفل اللي يبيع ورد وكذا. فعليا هي هنا كانت رساله، احنا وين نسلط الضوء على اللي صار بهذا الطفل او الظروف اللي اكو هوايه تصير بيهم
حالات والناس آلاف تدري حالات وكلها تدري بها، بس شنو المفروض يصير؟ المفروض انه اكو شخص يتدخل، سواء الجيران سواء الاقارب سواء شخص غريب يشوف هاي الحاله ويتدخل بيها. نعم. فلذلك احنا نوصل هذا الشيء حتى ننطي حافز للناس انه اذا شفتي شيء صحيح سلسل. وشاهدنا يمكن ايصال مو فقط رسائل كان موجود، حتى صوره جميله انعكست عن العراق، عن طبيعته، عن يعني التصوير كان أمانة. فأريد أتحدث معك كمخرج لهذا العمل، كان التصوير لأماكن إحنا كنا نقول هاي موجودة هنا، الجمال اللي كنا نشوفه، بحيث إحنا تشوقنا لهذه المواضيع، فكان بها حتى جانب سياحي. خلنا نقول شوف، هو أنا يعني أعمالي دائما اللي أشتغل بها لازم نسوي لنا شغلة نوعا ما نخدم بها البلد بشكل أو آخر، سواء إعلان مباشر أو غير مباشر، لازم نحط رسالة حلوة، لأنه إحنا بالنتيجة مفتوحين على العالم. صحيح. يعني ما طول هو موجود باليوتيوب أو بالسوشيال ميديا، فالخليجي راح يشوفه، العربي راح يشوفه، أي أحد موجود بالعالم ممكن يشوفه. فمن راح يشوف البلد مات؟ إحنا ما نريد نطلع البلد من يعني بالنتيجة أكو شارع تعبان وأكو شارع نظيف. صح. فبدل ما نروح على عين الذبابة نروح على عين النحلة. نحلة تروح على الوريد وعلى الشغلات الحلوة. فإحنا العراق بأماكن تجنن حلوة، سواء بالوسط بالجنوب بأي مكان. فالمفروض فعليا مو بس أنا أسويها، المفروض الكل، لأن أنا من أسوي شغلة أنا أحفز زملائي أن يسوون نفس الشيء، أنه تعالوا خلوا نروح إحنا. بس أمانة أولى الحلقات كانت مو فقط المكان، يعني حتى الطبيعة، تصوير زوايا احنا انصدمنا. ايه؟ كانت جميله جدا امانه. صحيح. احنا 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 انصدمنا انه اكو هيك اماكن حلوه بالعراق فعليا، وما ماكو يعني ماكو مسلسلات تروج لهذا الشيء، لانه بالنتيجه المسلسل يوصل اكثر من الاعلان. صح. فماكو احد متطرق لهذه المواضيع. حتى احنا شلون اقول لك، مثلا اللهجه الكرديه واللغه الكرديه مثلا، انه ماكو احد مدخلها لي ادخلها باعمال دراميه، فطلعت انا وحكيت كردي وحكيت شاهدنا. وهذا الشيء حلو انه احنا بالعكس خلينا نسوي، حتى الازياء شفناها كل شيء كان. يعني بالاخير انت وصلت فكره باختلاف هذه المناطق بكل ما هم يمتلكون من زي، من لكنه، من كل شيء صراحه، حتى من يمكن حتى التجاره والعمل اللي كان في كل منطقه، شاهدنا انه انت وصلته بالضبط. يعني الجمهور الكردي يمكن هو جمهور شوية معزول يمكن عن الأعمال العراقية العربية، لأنه كثير من عندهم وأنا أعرفهم يعني ما يقدرون يعني يفهمون كلش الحكي العراقي، فمثلا بهذا المشهد يثير استفزاز مثلا فئة كلش كبيرة أرد أشوف أيه. العمل، أو يجوز مثلا تطلع لك ما طلعت لك مقاطع مترجمة باللغة الكردية. لا، هو ما اللي الأكراد اللي يحشون عربي يدزولي إنه ترجم المسلسل، ترجم المسلسل الكردي حتى البقية يشوفوا. حلو. ومن الدخلين على الإحصائيات مال نسب مشاهدة دا أشوف إنه من دهوك و يعني شمال العراق، يعني اكو نسب مشاهده قويه، اربيل، دهوك، سليمانيه. حلو. فاكو مشاهدات يعني بالمراتب الاولى، فمعناتها ما اعرف يجوز هناك واصله. حلو مهند. احنا نريد نسال علي بس خافت يضحكون يعني. لا انا ما بعرف، لا تبعوا سؤالك يمي. قاعد اتكلم عن الشخصيه. كثير من الاشخاص يمكن من يطلعون بشخصيه معينه وكاركتر معين، المشاهد خلاص يخلي بباله انه انت. صحيح. بس هذا الدور، وبحيث من انت تطلع عندهم هاي الهيبه يعني الرهبه من عندك موجوده الى الان، يمكن تكون موجوده من خوفهم من هذه الشخصيه او من ابعادها اللي بقت وكانت موجوده، فبالتالي راح ياثر حتى يمكن على الاعمال الاخرى، يمكن انه انت الناس شايفتك بشكل كاركتر معين. خلينا نتكلم عن انه ايش قد ممكن يعني علي يطلع من هذا الكاركتر، وشنو ممكن ابعاد التمثيل اللي عنده. شوفي، احنا اول شغله لا تبغى لا اول شغله البارحه حكينا في الموضوع. اول شغله يعني انا كلش سعيد انه مثلت هذه الشخصيه. ليش؟ لان انا هسه بديت اعرف انه انا يعني من حسن حظي مثلت هذه الشخصيه، لانه ده نشوف هسه الاطفال اللي هم يعني هذا الجيل القادم، انه اللي دا يشوفنا دا يقول انا من اكبر اريد اصير ضابط، انا اريد اسوي هذه الامور، انا اريد احارب الشر، اريد احارب المخدرات، اريد احارب العفو العصابات. فهذا الشيء يعني هذا جانب ايجابي. هذا هم احنا هنا وصلنا رساله كلش قويه.
انت اصلا اقنعتهم انه اي فاحنا يعني اشتغلنا على هذا الموضوع مع انه يعني سوينا صارت لقاءات عندنا ويا القائد مال الاتحاديه فريق صالح وغيره وغيره انه حتى شنو نكون بصوره صحيحه من نشتغل بصوره صحيحه من وقع بالاخطاء اللي وقعنا بها يعني بالجزء الاول الشخصيه صحيح. بكل تفاصيلها نعم. بالنسبه للخروج من الشخصيه كممثل هو قادر انه يعني هو الممثل هي هاي شغلته انه يدخل بشخصيه بعد انتهاء العمل مو بالممثل بالمشاهد عاده هو خلاص مخليك انت يعني بهذا الاطار اثر وصورا عند الناس هي هاي انتركت الصوره بس احنا قادرين نغيرها بعمل طبعا اكيد اذا صار ان شاء الله واكو اعمال قادمه يعني انت هسه ما اقدر اتخيل انا ما انا نصحته قلت له لا هو ما يقبل طبعا البارحة انا شو بس لا احنا لا تغير تبقى ما انا ايش قلت له انا ايش قلت له الممثل اوكي اكو هواي ممثلين ينوعون اي بس انت صرت ايقونه يعني اكو فرق بين انه تكون ممثل وتكون ايقونه الايقونه انه هذا شخص خلاص انت هذا الدور ما تحكي لي هذا حتى ابقى وياه بالجزء الثالث اكو جزء ثالث يعني قاعد يقول ريد نحكي لعد افتح عليك باب عمي سهل تريد تموت هسه اموتك واخلص السياره ماشي بالتليفون حازم وين والله قلت له يعني ايش يسوي خلاص والله انا مو الجزء الثالث لا بس هو اذا يحكي من وجهه نظر يعني يمكن انت تستحضر وادي الذئاب اتوقع او هذول الشخصيات اللي التزموا بفد خط معين بالدراما يعني مثلا يعني هو ما يقدر كلامه صحيح 100% انه انت تكون اهم رمز ايقونه انه انت تمثل وزاره الداخليه يعني ما ينفع هيرو مال وزاره طالع يعني ما تطلع دور كوميدي اي طالع هيك مثلا او طالع مسلسل ثاني يجوز بنفس الوقت تطلع به برمضان او غير شيء طالع واحد مثلا يتعاطى مخدرات يعني ما ينفع او تهنى. كوميدي مثلا كلش يطلع هزالي. كوميدي طار البرستيج كله بعد ما تخالف وخصوصا انت قاعد تقول نقطه ذكرتها جدا مهمه اليوم فعلا حتى من نمشي بالشارع او كذا نسال احنا على اعمال شاشه اليو تي في عاده الوطن على كثر ما هو يعني في امور في مخدرات وغيره ولكن الاطفال فئه كبيره احنا ما نتكلم يعني شباب وما الى ذلك هم يشاهدونه وصراحه متاثرين باللي قاعد يشوفوه وشاهدنا انه بين الجزء الاول والجزء الثاني كان في فرق كبير من ناحيه احنا دائما التجربه الاولى واحد يستفاد من عندها التجربه الثانيه اكيد تطورها ولكن هم راح تكون بها بعض المشكلات ولكن كنا لاحظنا صراحه كميه التفاصيل اللي كانت موجوده من السياره من التنقلات من الى كل هذا احنا شاهدناه ولمسناه فخلينا نتكلم اكثر عن التحول بين الاول والثاني وصعوباته شوفي الجزء الاول هي كانت مغامره فعليا اول شغله تخرجين عن الصندوق اللي بداخل الصندوق ما راح يقبلون يعني مو بسهوله يعني فالجراه هي مو بس احنا الجراه للشخص اللي وافق على الفكره يعني القناه بحد ذاتها موافقتها على هذا المسلسل هو خروج عن الصندوق فالإدارة بوقتها رحبوا بالفكرة بشكل كبير أستاذ جو يعني أوجه له تحية وحبوا الفكرة هنا النقطة وين الفكرة هذه من طرحناها ما كان أكو شخص ممثل ممكن يوافق يطلع لابس قناع لأنه ممكن يصير مضحكة بين قوسين يعني. ممكن الناس يعني ما تتقبل اشوف هذا لابس قناع وشايل المقوار يعني هي اكو شعرايه بين انه تكون انت بين النجاة وبين رمزيه وبين انه تكون فانا فعليا قلت اغامر بنفسي وخلص يعني هي بوقتها اليو تي في يعني قالوا لي مهند انت تأدي الدور وهم هذا يعني يحسب القناه فعليا انا اكتشافهم لان انا كنت يعني مش تحاس بحساب انه اطلع بس من قنعوني بهالموضوع انا وافقت حلو زين طلعت اي فاحنا قاعد نتكلم يمكن كاركتر غريب وكل هذا موجود ولكن بالجزء الثاني اللي لفت انتباه الجميع دون استثناء السياره خلينا نتكلم عنها أي. وعن شوف هي هنا السياره هاي مرحله التطوير هسه احنا البيجو سويناها بوقت التاكسي اشتهرت الناس قامت تشوف البيجو وقاموا وكلها يعني حتى ابو البيجو قام يتباهى انه هو عنده سياره وطن مع العلم هي سياره عاديه
هسه قلنا لازم نخلق شيء جديد. فالتغيير اللي سويناه هي هاي السيارة وطن اللي هي الوحش اللي احنا سميناها الوحش. صدق شكلها كان وحش. اي بالضبط. هذه فعليا يعني صعب تتنفذ باي مكان لان هذه ما موجوده هاي الامكانيات عندنا بالعراق نهائيا. يعني فسالت بدبي كانت مكلفه جدا. صح. سالت خارج الوطن العربي كانت مكلفه اكثر. الموضوع يعني حتى من تحكي لهم اكو ناس يستوعبوه اكو ناس ما يستوعبوه. انت تريد تسوي نفس سياره باتمان وهيك يعني موضوع هذيك شركات عالميه السياره تكلفهم 5-6 مليون 7 مليون فيلم أو بالضبط ويسوي لها يعني لكل مشاهد معينه يصممون سياره خاصه لهالمشهد. صحيح. ممكن يعني اللي الشركه اللي تقمز واحد سبونسر. اللي شو اسمه واحد اللي يصورون بيها داخلي واحد. فانا اريد سياره واحده بس يسوي لي سياره واحده وممكن صعبه. اي ظلينا ندور بالعراق هنا الى ان لقيت شباب مبدعين محمد وغيث فجيت حكيت لهم التفاصيل. ممكن اي اكو واحد ابو سيارات يسوي هيك اكو واحد ابو شو اسمه خبير بسيارات هذا الدريفتنج فرحنا نسال هذا ونسال هذا ونسال هذا. اخير شيء قدرنا نوصل الى شيء انه حتى التايرات مثلا ما ممكن تسوي تاير بحجم اكبر لان بعد ما تقدر تسوي دريفت لازم يكون هاي شو اسمه ولازم ما ادري شنو يعني تفاصيل درستها تفاصيل ميكانيكيه وياكم تحضير هذه السياره طبعا فيعني فقعدنا درسناها بالكامل وقعدنا وهذا احنا بدنا نحكي يعني تقريبا شهر يعني شهر احنا سويناها كل شهر هذا شهر انت تصنع بالسياره يعني شهر بس والله انجاز لعدد يعني هو فعليا انجاز لانه بشهر واحد سوينا كل هذا يعني ما نعتبره ما ابطال والله اي طبعا يعني لان انت تتكلم على واحد يغير شيء بسيط بالسياره اكو ميزانيه واكو يعني ميزانيه مفتوحه واكو معامل تشتغل واكو ناس يكتشفون يسوون هي السيارات على مدار سنه مثلا يعني اكيد العراق ممكن يسوي سيارات تطير عادي يعني والله يعني هم يعني هم فعليا العقول اللي عندنا قادرين على يسوون اي شيء حلو. وهاي يعني ماكو مستحيل شلون صارت فرصه انه تلتقي بهذول الناس الشباب اللي عندهم هذه الموهبه مثلا انا شوفي بديتها على سبيل المثال لقيت واحد مسوي بايسيكل ومطوره بشكل حلو فدزيت له قلت له باشا انت البايسيكل مالتك تقدر تسوي هيك وهيك فقال انا مشغول وهذا عرفك على واحد ثاني عرفني على واحد ثاني وكذا فرحنا من واحد يعني من واحد لواحد بدينا نوصل الى ان قدرنا نسوي هذا الشيء. نعم. على فكره هاي التفاصيل مالتها صعبه لانه يعني الحماوه مال السياره لازم تاثر على الشكل وعلى واكثر من جهه لازم تكون مشاركه على مود يطلع سياره بالنتيجه اللي طلعت عليها. استاذ مهند اكو شغله هم كلش مهمه اللي هي انه انت تنتقل من عمل الى اخر بس بنفس الوقت انت مو فقط مخرج انت ايضا تدخل بكتابه نص وتدخل بفكره وصناعه قصه. اليوم انت مهيئ يعني اكو افكار قادمه لرمضان القادم يعني ممكن تنطبخ من خلينا نقول الاشهر هسه القريبه. هو لازم شوفوا انا هاي همنا يعني هي نعمه ونقمه بنفس الوقت. نعمه انه واحد يكون لان هي متعه فعليا احنا حتى هسه شغلنا احنا نجي نستمتع يعني ونجي اكثر مما ما معتبريها مهنه او شغله نسترزق بها لا احنا جايين تونس. وهذا سر نجاحنا انه انت من تجي تشتغل شغله تحبها راح تبدع بها. ويبين على فكره هذا الشيء على المشاهد ترى اليوم المشاهد جدا ذكي يعرف انه اذا اكو انسجام بين الفريق او لا ينعكس له. بالضبط اي فهنا هاي الشغله تخلي علينا تاسكات هواي يعني انا مثلا ابديها من الكتابه من الفكره للكتابه للاخراج لهذا يعني حتى من نخرج كنا مثلا بوقتها يعني انا دا امثل وياه اللايت حبيبي من انا الصوت هذا شنو كذا يعني نص المشهد فتاثر اكيد هي شيء اثر على شيء حتى يمكن الراكور النفسي انت شلون تحافظ عليه بين يعني الحركه بين مخرج اي يعني مثلا انسان من اسوي فد شيء لازم احفظ الحركه مالتي مثلا حطيت ايدي هنا لازم بالعامه اعيد نفس الحركه فهذا موضوع مو سهل لان انا من دا اتحرك ولازم احفظ الحركه ولازم احفظ الكلام والمتابعه النفسيه بالضبط. وهني استاذ مهند يمكن اليوم احنا بشاشه اليو تي في على المنصات يوتيوب حصلنا اكثر من 100 مليون مشاهده. هذا الشيء على اليوتيوب خلال رمضان فقط احنا قاعد نتكلم فهذا الرقم مهول جدا. اليوم يخلي مسؤوليه اكبر، احنا نعرف كل فنان وكل شخص وانت مخرج وفنان فبالتالي المسؤوليه تزداد. الجزء الاول النجاح خلالك تكون عندك يمكن نقول يعني حمل انه الجزء الثاني لازم يكون افضل، وبالتالي اليوم النجاح بجزء الثاني وهذه المشاهدات
قاعد نتكلم عنها راح يخليك تكون اكو حمل اثقل واثقل بعد من انه عندك جزء ثالث باذن الله يكون موجود على شاشه اليو تي في. نتكلم عن التجهيزات، نتكلم عن الامور اللي انتم بصدد انه انتم تكون بعض التغييرات، او احنا نعرف ميزانيه كانت كبيره يمكن موجوده بجزء الثاني، فالثالث شنو راح يكون؟ ممكن نسوي طياره بالضبط. هاي شوفي المسؤوليه هي مو بس بالمشاهدات، المسؤولية هو باللي شفناه احنا، التمسناه من الشارع من الناس. اكو ناس ما تتوقعين انه يكون مثلا هذا الشخص هو دا يتابع. يعني احنا لقينا كل فئات الناس، مين ما نمشي احنا نلقى الناس من يشوفونا يرحبون بينا بطريقة مو انه شافوا فنان او ممثل او كذا، لا اكو فد رسالة عندهم انه يعني انت وصلتي الى روحه. فهذا الشيء هذا اعطانا مسؤولية همين. المسؤوليه هنا انه احنا من نسوي شيء مو بس نقدم ترفيه، نقدم رساله ونقدم، بس بنفس الوقت لازم نطور. يعني انا هسه بكل عمل هسه اذا تبعنا اعمالي بالتسلسل راح تلقيها هنا واكو شيء يتطور يوم عن يوم. هسه حتى بالصوره وبالسينما وبالكلر يعني كل التفاصيل لازم نطورها. صح. فاللي جاي لازم نطور. لا وعلي راح يكون موجود بالجزء الثالث فراح يبقى محافظ على هذه الشخصية. لا تريد وما تريد براحتك. فبالتالي موجود مو موجود. لا سيد اريد ارتب كافي بعد. لا لا هاي احنا لازم نغير الشخصية. اكو مشكلة. انه لازم يومية، يعني هو حالي حال عسكري اجت، لازم يومية زيان. هاي تبين بالكاميرا. صح. فخلص لازم يوميا انا اجي من الصبح بالسيت اول شيء. بس النجاح يلزم له بعض ال قدامكم اذا ما تريد راح اسوي لك موته شنيعه. لو قاعد من السطح بالسياره لا وبتليفون عليك تانكي بس اخرتها بتليفون وهذا كله واحد يحكي هيك وانا راح اصوره وما طلعه زين. بس خلصنا لا احنا لا لا علي احنا قبل كل شيء توهم اكو فكره الجزء الثالث ولا ممكن تكون غير فكره مختلفه شويه؟ لا هي بقى هي هذا اللي احنا سويناه وما ممكن واحد يتوقع ان احنا ممكن نكون بكردستان ونجي ونروح وسياره ومقر جديد وكذا. فهاي تفاصيل كلها احنا سويناها حتى يختلف جذري، ما نريد نكمل او نبقى نفس الرتم. صحيح صحيح. يعني تغييرات فاللي جاي ممكن راح نصعد او نعلى اكثر او لا هو احنا اكيد راح نصعد ونعلى لان احنا هذا التوقع دائما والعشم. واكيد احنا سعيدين بوجود طاقات شبابيه اساسا قاعد تقدم للدراما العراقيه، تقدم للاعمال العراقيه وتنضاف في تاريخنا والسيره. اكيد انه احنا نتمنى ان شاء الله راح نستضيفكم باذن الله على السنه الجايه ونشوف انجازاتكم ونجاحاتكم. بس حابه اشكرك على نقطه جدا مهمه اليوم، الاسامي اللي موجوده بالعمل جدا جميله، تتكلم عن وطن، بغداد، حياه، وكل هذه الامور احنا بحاجه لها. شكرا المخرج الاستاذ مهند ابو خمره والممثل علي عيسى. شكرا لتواجدكم معنا. شكرا استاذ مهند وشكرا علي على تواجدك. نتمنى لكم عيد سعيد عليكم وعلى كل عوائلكم. شكرا لكم مشاهدينا، احنا مستمرين معكم بفقراتنا لكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مشاهدينا. المحيبس ليس حكرا للرجال، مقولة اطلقتها مجموعة من النساء في بغداد. فالمعروف أنه لعبة المحيبس يلعبها الرجال في أمسيات رمضان، لكن عدد من النساء اجتمعوا في رحاب مدينة بغداد القديمة وقرروا أنه يكسرون هذا التقليد ويخرجون عن المألوف بإقامة مباراة للعبة المحيبس بين فريقين من النساء. خلينا نشوف شلون كانت هذه الأجواء بتقرير الزميل علي مروان. حبينا نحيي لعبة المحابس لأن هي حكرا للرجال يعني في العراق، فحبينا نحيي هذه اللعبة بمشاركة فريقين نسويين. وأيضا كثير من الفتيات يعني عمر 13 و14 إلى يعني 20 ما يعرفون شنو هاي اللعبة أصلا، حبينا نذكرهم ودعيناهم حتى يعرفون شنو هاي اللعبة ونحيي التراث.
رسالة للسيدة العراقية أنه تشارك بهكذا مهرجانات وهكذا نشاطات كسر للروتين لتفعيل إيجابية للمرأة. المرأة راكدة يا شغل يا كنس يا بدائرتها يا بوظيفتها، ماكو فشي يفعل إيجابية وينشطها. هاي حركة تنشيطية للمرأة أنه تشعر كم ساعة تشعر بالسعادة، تطلع عن مألوف البيت والمتاعب، حتى بنفس الوقت ترجع بعد هذا النشاط ترجع إلى عملها وإلى بيتها بكل نشاط وحيوية. اليوم جينا هنا لعدة أسباب، وهي أحد هاي الأسباب إنه نحيي التراث البغدادي ونلعب لعبة محيي. بس إحنا دائما كنا نشوف قبل إنه الرجال يلعبون هاي اللعبة، بس اليوم حبينا نكسر هاي القاعدة وإحنا النساء نلعب هاي اللعبة، لأن هي لعبة كلش حلوة وهمنا تحيي التراث القديم اللي موجود وعادات والتقاليد الموجودة قبل. المتحف البغدادي هو ذاكرة بغداد وهو قلب التراث العراقي والبغدادي، بالنتيجة إعادة لعبة جميلة جدا تراثية مثل المحابس، وبشكل غريب النساء عادة ما تمارس هذه اللعبة، لعبة رجولية في المقاهي في الأزقة في المحلات البغدادية القديمة، فبالتالي هو جزء من تمكين المرأة اللي هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والأم، وهي كل المجتمع، ليست جزء من المجتمع ولا نصف المجتمع. فبالتالي أنا أحييت هذا الجزء في المجتمع، أحييت المجتمع كله. مشاهدينا، الزهور والورود من أجمل الهدايا يمكن تقدم في المناسبات، لكن التعامل معها حساس جدا، لكل مناسبة لونها الخاص من الزهور ودلالة على رمزية اللون المصاحب للمناسبة، لذا يتطلب اختيارها عناية قبل تقديمها. صحيح، طبعا اللون الأحمر ممكن يعتبر من الزهور اللي لها دلالة على المحبة، ويقدم في مناسبات خاصة مثل أعياد عيد الحب والزواج. أما اللون الأبيض فممكن يقدم في مناسبات عديدة مثل حفلات الزفاف أو يمكن زيارة المريض، دلالة على السلام والبدايات الجديدة. والحديث عن كيفية اختيارها وتشكيلها بالمناسبات والمواقف، ويانا ضيفة منسقة للزهور اللي هي حوراء العزاوي. أهلا وسهلا حوراء، عيدك مبارك. عيدك مبارك، يومكم سعيدة وأنتم بألف خير. وأنت بخير وصحة وسلامة. حوراء، خلينا نحكي عن الورود والزهور وتبادلها بالمناسبات والأعياد، من ضمنها يمكن العيد هو مناسبة هم أن واحد يودي هدية وياها بوكيه ورد. أي نعم، بالنسبة لعيد الفطر هو يعني ما مقتصر على فد لون معين، يعني ممكن نستخدم أي لون من الزهور حسب هو الشخص شنو يحب يهدي أي لون، أو حسب الناس شنو تحب. يعني مثلا أكو ناس يحبون الزهور تكون وردية، أكو يحبون تكون حمراء، أكو يحبون الزهور الصفراء، فيعني حسب يعني. حلو، يمكن هم يعتمد على موسم الفصل اللي هو جاي بيه العيد، سواء يمكن ربيع أو صيف. أي ممكن، يعني حد ممكن نستخدم مثلا زهور التوليب كلش عادي. حلو، بعيد الفطر يعني قلت لك حسب الشخص وشنو اللي يحب وشنو ذوقه. اكو حتى يحبون عباد الشمس يهدون. حلو، او راح نشوف انه عاده يعني صراحه قاعد نشوف انه بالفتره الاخيره كثير من الافكار قاعده تكون موجوده، كثير من التنسيقات اللي احنا غير مش معتاد عليها، الالوان تداخلها، فبالتالي اكيد اكو نفس ما اكو موضه للملابس فاكو موضه للزهور وتنسيقاتها. خلينا نتكلم عن يمكن اخر الالوان الجديده او غيرها. هي اكو اكو الوان بالزهور اللي هي خلينا نقول الزهور الزرقاء، هي بالاصل يعني الورده مو زرقاء، يعني هي بالاصل انه ندخل فد ماده كيميائيه عليها، يعني هي الورده بالاصل بيضاء، ندخل ماده كيميائيه عليها وتصير تتحول لونها للون الازرق. فاكو هوايه زهور، يعني مثلا عندك حتى البنفسجي،
ندخل عليه فد ماده كيميائيه معينه يصير لونه تقريبا شويتي. فهاي الالوان يعني شلون اقول لك اللي بتداخل الانسان يعني مو بالاصل طبيعه، ممكن تضيف فد تنسيق مختلف عن التنسيقات الاعتياديه اللي هي خلينا نقول بس زهور الجبسوفيل وخضار بسيط. تنوع الخضار اللي يعني حاليا خلينا نقول نستورد اكثر من نوع خضار، هذا الشيء كلش ديه تنوع نوع الورد بحد ذاته قاعد نوع الورد ديس، مو بما انه يعني احنا صار عندنا كلش قبال على الزهور اخر يمكن 3 سنين، فد نستورد اكثر من نوع زهر لانه صار اكو يعني شلون نقول احنا العراقيين دي نستوعب قيمه الزهور، دي نستوعب جماليتها بالمناسبات، فدي يصير هواي اكو تنوع. عندك التوليب، عندك الاستروميريا، هواي زهور يعني حلو. اي نعم زين. خلي شويه نحكي على المكس بين الوردي والبرتقالي، صار اكو هوايه يعني خلينا نقول هبه او ترند بهالسنه انه يمكسون بالملابس الوردي والبرتقالي، يمكن هذا الشيء هم انعكس يمكن على تنسيق الازهار والورد. احنا اليوم انت جايبه ميكس يعني ما نقول هو وردي او برتقالي، بس هو وردي واحمر يعني وردي واحمر ميكس لونين متقاربه. اي هو انا اليوم مستخدمه الوان دافيه اللي هو الوردي بس شويه بي خلينا نقول نوع من البرتقالي، ومستخدمه لون احمر وياه لانه بالتنسيق لازم اكو يكون اكو لون مضيء واكو لون مظلم، فاللون المظلم يعني يكون نقدر نستدل عليه بالاحمر، واللون المضيء اللي ممكن اضاف اضاءه للتنسيق اللي هو اللون الوردي الفاتح. بما انه احنا يعني نريد نغير من تقاليد التنسيقات انه احنا لازم اكو جبسوفيل اللي هو يعتبر الزهره الثانويه، فانا قررت اليوم ما استخدم جبسوفيل حتى بس اثبت انه يعني عادي كلش اكو ماسكات تطلع حلوه بدون زهور الجبسوفيليا، خصوصا اذا اضفنا اكثر من نوع من الخضار. هنا انا استخدمت الكاج واستخدمت الرسكوس اللي احنا العراقيين صح له صالون بالسهوله يعني. حلو. حوراء العزاوي نتمنى لك كل التوفيق، شكرا لوجودك معنا وعيدك مبارك مره ثانيه. شكرا. مشاهدينا احنا باقين ومكملين وياكم باقي فقراتنا، لكن فاصل نرجع لكم من بعده. ويا هلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا احنا باول ايام العيد وما ممكن انه يمر اول يوم للعيد بدون انغام والحان وفقره موسيقيه جميله. اليوم ضيوفنا مبدعين راح يجملون حلقتنا بالحانهم وطريقه عزفهم المختلفه، واذا تجمع العود مع الايقاع صار عندنا مزيج ممتع وجميل من الموسيقى. راح يقدم لنا ضيوفنا كل من المطرب وعازف العود سيف سعد وعازف الايقاعات سيف الدليمي. اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير. وسهلا بكم، ايامكم سعيده ان شاء الله. نورتونا طبعا مصباح العيد على الجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا. احنا قبل ما نبلش بالحكي والسوالف اريد شيء من اختياركم. يلا نسمعكم شيء تراثي شويه ويا اجواء العيد فرفوشي. من ورا السنور ناوشني الرغيف يا رغيف
الحلوة يكفيني سنة، يا رغيف الحلوة يكفيني سنة. حلوة البداية أمانة. خلينا نتكلم عن تعاونكم أنتم مع بعض، وصاركم إحنا نعرف سنين، لأن العيد اللي فات كذلك استضفناكم وتحدثنا أكثر، ولكن نرجع نتكلم عن وجودكم مع بعض، هذا التناغم اللي بينكم. أكيد يعني هو إحنا مو بسهولة إنه يتناغم عازف ويا يعني ويا أي عازف ثاني، لازم يعني يكون يعني فاهمين العزف، يعني طريقة العزف أو الأغاني اللي يطرحوها. يعني مثلاً سيف، أستاذ سيف يعني هو عازف بالفرقة الموسيقية الوطنية، فهيك اغاني تراثيه يعني يعرف انه انا ايش راح اسوي وانا اعرف هو ايش راح يدخل بايقاع، يعني منسجمين مع بعض. حلو. زين اذا نريد نسمع فد شيء شويه حديث، لو انتم تحبون الاغاني التراثيه. لا احنا كل شيء نعزف يعني، احنا كل الوان نشتغل، بس الشباب ينفتاد عنا. شنو كنتوا تتدربون تتجوب قبل الجو؟ اول ما اجيت الصبح اي سمعت سوى اغنيه الفنان الكبير نجل التحيه، ولو شوي زعلان عليه اليوم، حميد منصور الفنان. اي كنا نسوي اغنيه مال يا هو الهاب، طبعا من اجمل الاغاني اللي غناها الحان المرحوم محسن فرحان. نعم. فنسمعكم شويه. يلا نسمع. والعزف وانت وجودك اصلا، احنا يمكن مثل ما ذكرنا سابقا. نعم. انت اوريدي عندك هذه الخبره، ولكن انه انتم اثنينكم قررتوا بين الايقاع والعود تندمجون، ويكون والصدفه انه اثنينكم اساميكم نفس الشيء سيوف. اي فبالتالي شلون صار هذا يعني الاجتماع بيناتكم؟ اللقاء بال 2009 2010 سبق ان ذكرت، نوجه التحيه للاستاذ علي خصاف المايسترو. جماعه احنا فرقه تقريبا اغلبيتنا شباب، جمعنا بدائرة الفنون الموسيقية اللي تابعة لوزارة الثقافة، فاجتمعنا سوينا فرقة سماها فرقة بغداد المركزية، وبها أساتذة ومن مطربين وشباب وأيضا عازفين. نعم. كبار وشباب، فهواي استفادينا من هالفرقة، تعلمنا هواي شغلات وتعلمنا الكثير من العزف والأغاني، وصار فد انسجام كلش قوي بين الفرقة الموسيقية. بعدين كل من اخذ مجرى كل من سوى لفرق صغار، فتعرفين هسه احنا حاليا بهالوقت يعني من الصعب طالعين فرقه ضخمه. يعني
رغم ما سواها استاذ، نوجه له تحيه استاذ علاء مجيد، سوى الفرقه الوطنيه اخذت فصدى كلش واسع بالعراق وبالوطن العربي ايضا. هاي الفرقه كانت يعني ولا زالت ناجحه بشكل مو طبيعي. فقلت لك احنا انعزلنا سوينا رباعي او خماسي اربع خمس عازفين، حتى في وضع انه نشتغل في مطاعم يعني القاعات، صح، تعرفين الحفلات وما طالعين 30 40 عازف بحفله، مبالغ الاجور ما تكفي والمكان، فعامه ما نتجاوز اربع خمس عازفين. حلو. انا ودنا نسترزق بها كشغل مطاعم وقاعات. بس اربع خمس عازفين مستمرين بهذه المسيره؟ دائما احنا نشوف كل فرقه بها ثلاث عازفين بعد فت سنه او سنتين من العمل الفني يفترقون. مو شرط يصير بيناتهم، يمكن يصير اختلاف بالراي. مرات يصير اختلاف بالراي او هم اختلاف بيناتهم او كل أو عمل جزعتهم شغل، عمل جزء واحد مثلا يصير عنده سفر، يعني هواي امور خاصه بهم او جزء احتمال يصير فد فتش بيناتهم. فهاي هذه يعني الامور وارده وتصير. بالضبط خلينا نتكلم، ذكرت يمكن كونتوها من اربعه او خمسه. اربعه او خمسه هي الالات اللي كانت موجوده معكم صاحبه الالات. احنا كتخت شرقي يكون الراق والطبله ويكون قانون ويعني كمان او جوزه، هاي كتخت شرقي. من يدخل بها الات كهربائيه مثل الاورجن، لا حصير هذا مو تخت شرقي، حصير فرقه موسيقيه اللي هسه حاليا احنا بدنا نشتغل بها بالمطاعم. هسه امسيات المطاعم العاليه تكون يعني تقريبا شبه يومي. أي. العالم تحب امسيات من الساعه 11 الى الساعه 12. نعم. يشتغلون فرقه واغاني حتى الشبابيه دي يغنون. هسه حاليا احنا نشتغل يعني سيف مسوي فرقه واحد. قبل شوي تحدثتي قلتي فعلا افترقنا سوي فرقه واحد واحنا فرقه. انا اشتغل ويا فرقه الابداع الاصيل ويا استاذ قيس الاعظمي والشباب ويانا يعني استاذ احمد لفته واسعاد وسلطان. نعم. فاحنا فرقه انعزلنا عن سيف، سيف سوى فرقة هو الفنان، نوجه له تحية، مالك العراقي أخو الفنان حاتم العراقي أيضا انعزلوا، فصرنا كل من فرقة. أنتوا خمسة؟ احنا خمسة وأنتوا وهم ثلاثة. احنا مرات ثلاثة مرات أربعة حسب حسب المكان. بس أكو إلى الآن أكو اشتراك في بعض الأماكن، لا يزال يصير، وبالتالي هو ما يمنع أنه كل واحد يكون بفرقة معينة طبعا. ولكن لا ما لها علاقة، باقينا احنا كنا أخوة وأصدقاء. أكيد. وحتى بقية الفرق الموسيقية كلهم يعني أصدقائنا ونشتغل سوا، بس مرات تصدف قلت لك كل من بمكان، ناس هنا ثابته بهذا المكان، ناس هنا ثابته، فبعدين بالاخير من يصير مهرجان مثلا للعراق او فد احتفاء يصير بالبلد كنا نلتم كفرقه نجمع كنا ما يقارب 30 الى 40 عازف. حلو ممتاز. نعم. شنو تسمع عارف. اليوم سلطنه بس على الغناء. شو تحبون انتم؟ على ذوقنا على ذوقكم. لا احنا نريد نكسر هذا المود ونقلل من الكلام ونسمع الحان حلوه وعزف حلو واغاني. هيثم طبعا تحياتنا لك. تعالوا خلينا ننسى الماضي واللي راح، تعالوا خل اشوفك خاطر ارتاح، تجي لو ما تجيني مو ذبلت عيني، السابع جار بعدك وصل وني اجاني العيد وانت بعيد عني، اضعف قدامك بس انت واتمالكي نفسي بهالسكتة، اضعف قدامك بس انت واتمالكي نفسي بهالسكتة، نظراتك تحرجني وانسى وين توديني لي يا مرسى، نظراتك تحرجني وانسى وين توديني لي يا مرسى،
صراحه الاغنيه حلوه يعني ما حد يسمع الهيثم بدون ما انه ينطرب حرفيا. فنتكلم اليوم يمكن الاول الاغاني اللي انتم يمكن دربتوا فيها هي هاي تبقى لها ذكرى خاصه يعني. خلينا نتكلم عن البدايات، بدايات التدريب، ذكريات اللي موجوده بيها. احنا كل تدريباتنا وكل بداياتنا كنا يعني ندرب ونغني على الاغاني السبعينيه. يعني هي الاساس مالنا كنا. بس راح تخيلين ترى بعدها لازم تغنوا لنا شيء سبعيني. هو لون هو شغله هو احنا مالاتنا يعني السبعينيات. فكل تدريباتنا على الاغاني السبعينيه، يعني نادرا من يعني نسوي اغاني يعني حديثه. حلو، قاعد نسمع اشياء كنتوا تتدربون عليها بالبدايات. وايد ندرب كل الاغاني السبعينيه. لا اكو بس اكون اكيد اكو شيء هو مفضل. احنا حتى مو قبل السبعيني. اكو اغاني يعني فلكلور تراث اي يعني هم نتمرن عليها يعني اغاني هوايه احنا كشباب ما سامعها كنا ما نعرف هذا الاغنيه المن لفلان وفلان ما ملحقين عليها ما. احنا اصلا بدينا وياكم اللقاء باغنيه يمكن هي اقدم من انه تكون سبعينيه. هذا الحلو يا اخي فلكلور تراث قديم كلش قديم انا تقريبا نسمع شيء يلا. طبعاً عادة بالعيد يصير أكو ضغط عليكم يصير لود زيادة حفلات ومقابلات وغيرها. خلينا نتكلم هذا العيد شنو مجهزين. إحنا نعرف كل عيد أنتم ذيك المرة كنتم مجهزين وكان عندكم أمسيات كذلك. هذا العيد شنو راح يكون؟ والله هو هم هذا العيد إحنا مفترقين، هو أمسياته واحد وأنا أمسياته واحد. ماكو أمسيات مشتركة؟ لا لا الحد بس يو تي في جمعتكم أكيد طبعاً. طبعاً تحية اليو تي في وفد موضوع أحب أهني بيه. يو تي في طبعاً جابت فد مشاهدات جداً عالية صحيح. من ناحية المسلسلات مع الوطن وعالم ست وهيبة وهنيه وهني الكادر جميعاً طبعاً. كل التوفيق إن شاء الله اليو تي في. نعم صحيح، هذا نتيجة تعب أشهر طبعاً. القناة تحصد هذه النجاحات يعني نال كلش يعني مشاهدات العراق كله يعني شاهد يو تي في كل نعم. يحكي باليو تي في نعم. سيف سعد وسيف الدليمي احنا نشكر تواجدكم معنا، ولكن احنا راح نختم ونشكر صحيح. الجمهور، ولكن نريد الختام بالعيد مسك وياكم. فاحنا خلينا نختم احنا انا واريد مع المشاهدين ونترك الختام يومكم. شكرا تواجدكم معنا، يومكم الختام بس احنا خلينا نشكرهم وبعدين يومكم الختام. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من نور العيد، نترككم مع باقي برامج اليو تي في. اذا مشاهدينا اكيد نترككم ويا هذه الفرقه الجميله ونستمع الى نغماتها. في امان الله. خلي يسمعوني هلي خلي يسمعوني انت حبي الاولي شما يبعدوني
خلي يسمعوني هلي خلي يسمعوني انت حبي الاولي اش ما يبعدوني يا لالو يا لو 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 السلي قلب الحزين السل عيوني دمعتي ما تنطفي اش ما يبعدوني السلي قلب الحزين السل عيوني شمعتي ما تنطفيش ما يبعدوني يا لالو يا